خففت الدنمارك القيود على عبور الحدود مع دول شمال أوروبا وألمانيا، وسمحت للعشاق الذين فرق بينهم وباء كورونا بالالتقاء بمحبيهم إذا استطاعوا إثبات وجود علاقة بينهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وحسب وكالة رويترز، فإن العشاق سيحتاجون لإبراز رسائل متبادلة على الهواتف أو صور خاصة أو معلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة الغرامية. وقال ألان دالاجر كلوسن نائب رئيس الشرطة للتلفزيون الدنماركي بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية، مضيفا: أدرك أنها أمور شديدة الخصوصية، لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة وحده. يذكر أن الدنمارك أغلقت حدودها أمام غير المواطنين في 14 مارس الماضي للحد من انتشار الوباء، ومنذ ذلك الحين شهد عشاق مسنون يرتشفون القهوة على جانبي الحدود الدنماركية الألمانية، يمسك كل منهما بيد الآخر عبر الخط الفاصل بين البلدين.